السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج الحوت النهارده التاريخ 27 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. القراءه دي قراءه ايه؟ قراءه شهر مايو باذن الله، هيكون خير وهيكون طاقه ايجابيه، بس انت ركز على قد ما تقدر، واللي ينطبق عليك انزل قولهولي في الكومنتات. اخر الفيديو هنقول الرسالة بتاعتك انت، بس كل اللي عليك ان انت تحط امنية من دلوقتي او تشوف ايه الامنية اللي انت عايزها تتحقق علشان خاطر ربنا يجازيك، او الورقة اللي هتطلع تكون فعلا هي فرج ليك من بعد اللي انت بتعاني فيه الفترة دي، او من بعد اللي انت بتفكر فيه. ونقول بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. مشروع ناجح عندك، انت بتحلم بالاسماك، الوضع المالي عندك هيتحسن بكل الطرق. في كمان شخص هيقرب منك الفترة دي وهيقف معاك في حاجات كتيرة جدا، بس انت مش مدي راحتك في النوم كويس الفترة دي، انت مش واخد راحتك، مش واخد كفايتك، جسمك بدأ يوجعك. عندك خطوتين هتخطيهم حلوين جدا، ومن اول خطوة هتحسن حالتك النفسية بكل الاوضاع، وهتطلع من بعد الاكتئاب والحزن والخذلان اللي عندك. كمان انت هنا حد هيظهر لك على حقيقته وهتطلعه بره حياتك، انت مهووس زي ما قلت لك بالشريك قوي، او هو مهووس بيك، وده مسبب لك وجع غير طبيعي. كمان انت هنا حصل عندك فشل في علاقة معينة وزهقت، عندك واحدة ست، والست دي معاها بنوتة، الست دي في غيرة وفي حقد، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الحيرة والغل اللي في اتجاه الناس عليكم الفترة دي. اي نعم انتم متلخبطين، بس هيكون عندكم استقرار، وبلاش تضغطوا على نفسكم في اي حاجة. في مسافة بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، او في موضوع هيكمل على خير بس بعد شوية صعوبة وشوية مغامرات منكم. كمان انتوا دقيتوا باب واتقفل في وشكم، عندكم لقاء مع شخص صاحب سلطة او صاحب مكانة عالية. هنا كمان انتوا سمعتوا خبر زعلكم، وسمعتوا حاجة ضايقتكم، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا مع الموضوع بشكل مختلف. دايما بيجي لكم اذى من ناس مقربة ليكم، دايما الاذى ما بيجيلكمش غير من الناس اللي هم بيأذوكم بكل الطرق. انت عندك حد تعبان، او انتوا تعبانين بسبب الدين اللي عليكم، او عندكم حد مريض، حد في ازمه، حد نفسيته تعبانه. رغم ان النفسيه عندك تعبانه، بس بسم الله ما شاء الله عليكم، هيكون عندكم توازن في اموركم. انتوا محتاجين تمسكوا طرف الخيط الفترة دي، اي نعم بتعانوا من بعض المسؤولية او من تقلب الامور اللي عليكم، بس في تحسن عندكم. كمان انتوا حاسين ان البيبان كلها متقفلة في وشكم، وحاسين ان في اشخاص من العيلة مش واقفة معاكم. ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب، وهيوصلك للكيان اللي انت محتاجه، وهتكون شخصية جميلة، وهتكون شخصية محبوبة الفترة دي. كمان انتوا هنا بدأتوا تحطوا نقط على حروف، وبدأتوا تطلعوا شخص، الشخص ده دايما كان بيديكم طاقة الحزن. انتوا اليومين دول حاسين ان انتوا لوحدكم، وحاسين ان انتوا ما بتتكلم، مش عايزين تتكلموا مع حد، طول الوقت تليفونكم صامت، طول الوقت ساكتين، طول ما بيتوش زي الاول، لدرجة ان التغيير بان عليكم في ملامحكم، في شكلكم، في حاجات كتيرة جدا. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما قلبكم زي الاطفال بالظبط، حنينين جدا، طيبين بشكل كبير جدا، وده طبعا عامل فيكم الطمع. ضميركم بيأنبكم في حاجة، في حاجة معينة الضمير عندكم بيأنبكم فيها، وانتوا زعلانين، او مثلا مش عارفين تاخدوا قرار، او عارفين تعملوا ايه، فعندكم تفكير في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا عندك ناوي تبيع او ناوي تشتري حاجة، عندكم بيع وشراء الفترة دي مع حد،
بس عايزاكم تحذروا من حد من حد واكل معاكم عيش وملح. الحد ده خاين وبتاع مشاكل ومش حابب لك الخير، وعشان كده انت عندك توتر الفترة دي مع ناس في حياتك. في كمان اجتماع او في لقاء او في حاجة تخصكم انتوا هتعملوها الفترة دي وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا عندكم ربط احداث شديد شغال معاكم الفترة دي، هتسمعوا اكتر ما هتتكلموا، علشان هتقولوا انا طول الوقت بتكلم فهقرر ان انا اسكت واشوف الناس اللي حواليا هيعملوا لي ايه. كمان المواجهة دي لو انت فضلت ساكت وفضلت تسمع اكتر ما تتكلم امورك هتكمل على خير. بلاش تحكي وبلاش تفتح مواضيع، داري على قد ما تقدر علشان الفرج قدامك مفتوح. كمان انت هنا هتكون مقتنع بكلام حد كويس جدا ليكم. الحد ده هتقتنع بكلامه، انت هتاخد رأيه وهو هيقنعك بالطريقة الكويسة بتاعته، وهتحس قد ايه انه فعلا انت كنت عايز تعمل كده بس كان في تأجيل في امور عندك. الامور المالية عندك هتبدأ ترجع لك الفترة دي، بس انت بتحط نفسك في خانة الزعل. عندكم تساقط شعر او وجع في جسمكم مش طبيعي، وفي نفس الوقت هيكون عندكم بشرة انتوا بتدوروا عليها طال انتظارها، بشرة خير، بشرة تغيير، بشرة امور، الله اعلم. بس في سؤال، والسؤال ده محيركم قوي ومخليكم عمالين تركضوا، عمالين تيجوا على نفسكم من اجل الموضوع ده يكمل او من اجل الطاقة السلبية تطلعوا منها. في طرف بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، الشخص ده مؤذي بيحب نفسه، بس على قد ما هو الشخص ده مؤذي انتوا عندكم بشرة وعندكم رزق حلو، والهم اللي انت شايفه بخصوص الوظيفة او بخصوص الطاقة اللي عندك هيكون عندك ردة فعل حلوة. ردة الفعل دي هيخليكم تعيدوا نظركم في قرار انتوا واخدينه او في حاجة انتوا عايزين تاخدوها. الفترة اللي فاتت دي اكتر من مرة اتخذلتوا، اكتر من مرة اتطعنتوا، بس الفترة دي هتكون هي فترتك لان انت تثبت وجودك. العين عليكم ومؤثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، والحسد واخد جزء، وان شاء الله باذن الله ربنا هيبعد عنكم الزعل اللي مكتوب لكم من ناس مقربة. في شخص انتوا وثقتوا فيه، والشخص ده يعني صدمكم بطريقة كبيرة جدا، قلبكم اليومين دول مكسور بشكل كبير بسبب الطمع والخذلان اللي فيه. كمان الايام دي انتوا ناويين على تغيير حاجات كتيرة جدا، وهيكون في توافق مع شخص مش متوقعين انه يكون في توافق بينكم. كمان انتوا هتطلعوا هتغيروا عتبتكم او هتكملوا سفركم على خير، هترموا الماضي كله ورا ظهركم علشان انتوا مش شايفين من الماضي غير الاذى والتعب والظلم، ما بقيتوش عايزين تفكروا في اي حاجة سلبية، عايزين تنجحوا، عايزين تطلعوا، عايزين تشوفوا. كمان انت عندكم صلح مع حد من الاهل، عندكم موجة حلوة، الموجة دي هتفرحكم برضو وهتخليكم اصحاب شخصية خارقة او هتكونوا اصحاب قوة حلوة. انتوا معروف عنكم بالذكاء ومعروف عنكم بالطاقة الايجابية، بس في توتر عندكم على طول وضغط نفسي، وده مؤثر عليكم في حتى في تفكيركم. انتوا الفترة دي مش مستحملين اي حاجة، في تعب وفي ارهاق سلبي. في كمان هنا حد في شغلكم، الحد في شغلكم ده غيران من نجاحكم عشان انتوا دماغكم طول الوقت شغالة وما شاء الله عليكم بتعرفوا تاخدوا حقكم وبتعرفوا تحققوا كل اللي انتوا عايزين تحققوه، بس الحاجة اللي واقفة عندكم هي العاطفة. العاطفة دايما ضغوط ودايما عندكم خانقة وضيقة. كمان انتوا متضايقين من بعض الامور اللي عندكم مش ماشية على دماغكم او مش ماشية زي ما انتوا عايزين، فدايما بتسألوا وتقولوا يا رب اكرمنا من حيث لا تحتسب، احنا تعبنا واتأذينا.
طيب في ناس هتعرض عليكم عرض وانتوا اللي هتفكروا تعملوا ايه الفترة دي. كمان انت حصل عليك ظلم من ناس وبرضو زي كده اقترحت عليك موضوع وانت قبلت، وفي الاخر لقيت اذى ولقيت ظلم. فانت الفترة دي هتطلع من اي ضغوط، والطرف التاني اللي عمال يتدخل في خصوصياتك ده انتوا هتطرده بره، وبعد ما هتطرده هتقول له ما تتدخلش تاني في حياتي، انت اذيتني ومن بعد دخولك لبيتي انت وجعتني. في كذا حاجة بتحصل عندكم، والكذا حاجة دول انتوا مش عاجباكم، بس انتوا عندكم هدوء الفترة دي بشكل حلو قوي. هتودع احزانكم وهترموها ورا ظهركم، والفترة اللي جاية دي هتكون طاقة ايجابية، اخبار حلوة هتدمع عليها العين باذن الله، وهتعوض السنين اللي فاتت من حياتك في الألم والذل اللي انت شفته من المقربين، وبسبب وصول لهدفك هتلاقيهم دايما بيلفوا حواليك وعايزين يرجعوا لك. بس بلاش العند وبلاش التوتر، انتوا اشخاص طيبين جدا بس دايما بتتحطوا في ضغط نفسي. في كمان خطأ انتوا عملتوه، الخطأ ده زعلانين ان انتوا عملتوه، وزي ما قلت لكم النوم مؤثر عليكم بسبب الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم. فدايما اقول خلوا بالكم من نفسكم في حياتكم في طاقتكم، علشان الضغوط اللي انتوا فيها مأزية عليكم. عندكم امر صعب، والامر صعب ده مش عارفين تتعاملوا معاه بالشكل اللي انتوا محتاجينه، الشكل ده مضايقكم وخانقكم. المنفصلين انتوا هيكون عندكم كلام وعندكم فتح مواضيع الفترة اللي جاية، او في كذا موضوع هيتفتح قدامكم وانتوا هتاخدوا قرار او هتعرفوا حاجة عن الشريك طال انتظارها، الله اعلم. بس في حاجات هتتفتح قدامكم وهتكونوا متألقين وواثقين من خطواتكم. مع بداية كمان الايام اللي جاية هيكون في انفراجة حلوة، الانفراجة دي هتكون جاية من عند ربنا. كمان انتوا هتقولوا احنا لو رجع بينا الزمن هنختار نفس اللي حصل لنا، علشان اكيد ربنا ليه حكمة في كل اللي بيحصل حاليا. بالفعل انتوا ربنا ليه حكمة كبيرة جدا. عندك شوية برضو فقدان شهية او احساس بالكسل والخمول من غير اي سبب، البعض منكم عنده وجع في الكتف بطريقة كبيرة جدا، والاحلام بتاعتكم يعني احلامكم فيها كوابيس، رغم ان انتوا طيبين ويعني واشخاص كويسين جدا مع التعامل مع الناس، بس دايما في غيرة من اللي حواليكم، دايما اللي حواليكم غيرانين منكم، علشان انتوا الحاسة السادسة عندكم عالية جدا وطاقتكم كلها مفتوحة بشكل كبير. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ويكون عندكم طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا اقدر افرحكم بخبر حلو، والخنقة اللي ظاهره لكم والضيقة دي هتطلعوا منها، وكمان هتبدأ الدنيا تضحك لكم، او هتبدأوا انتوا تشتغلوا في الحياة بشكل مختلف، هتبعدوا المشاكل دي عنكم. في كمان انت جملة عمال ترددها دايما في بالك، يا رب يا رب، دايما بتقول يا رب في كل حاجة، بتقول يا رب، بتقول يا رب انا متكل عليك. وبالفعل طول ما انت متكل على ربنا بإذن الله ربنا هيبعت لك الحاجة اللي انت مستنيها. بس نفسيتك تعبانة شوية بسبب الوجع اللي انت فيه، مخنوق من غير اي سبب، رغم الخنقة والضيقة ما بتقولش غير الحمد لله وانا طالب الستر. ربك هو اللي عالم باللي انت فيه وبتمر بيه، فما تقلقش خالص، ربك لما يريد هيفعل لك كل اللي انت محتاجه. انت محتاج الحنان ومحتاج الحب دايما من الاشخاص المتصالحة جدا مع نفسها وبترضى بأقل حاجة. بس عندكم مشكلة كبيرة جدا هي الوسواس القهري اللي بيقولكم على حاجة قبل ما تحصل، وده بيخليكم انتوا عندكم صراع وتوتر وحيرة على طول، عايزين تتخلصوا من الوسواس ده بس مش عارفين تبدأوا ازاي. كمان الفترة دي اي نعم هي طويلة على قلبكم او حملها طويل، بس في طاقة ايجابية بإذن الله هتجيلكم من خلال العوض اللي هيكون من عند ربنا، عوضكم قريب جدا منكم، فخلوا بالكم كويس من اي حاجة في حياتكم. انتوا عندكم الوان مفضلة، عندكم اللون البنفسجي ده مفضل ليكم جدا، بيديكم طاقة ايجابية او انتوا بتحبوه.
كمان عندك اللون الابيض واللون الاسود، الالوان دي برضو بتديكم طاقة حلوة، بتديكم تفاؤل كده، فانتوا هيكونوا متفائلين الفترة دي. بس بلاش تظلموا نفسكم من اجل الاخرين، او من اجل ان انتوا تيجوا على نفسكم من اجل حد. كمان انتوا عندكم حسد، الحسد ده مؤثر على شكلكم، علشان دايما مميزين في رشاقتكم وفي عيونكم وفي جمالكم، فالحسد مؤثر عليكم. انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، ممكن يكون ربنا كاتب لكم الطاقة الإيجابية اللي عندكم، فعشان كده ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب. كمان بتدوروا اليومين دول على الاهتمام، يعني انتوا بتدوروا على الاحتواء او الاهتمام في حياتكم، في شخص، الشخص ده هيقف جنبك او هيقف جنبكم ومش هيتخلى عنكم بسهولة، هتلاقيه واقف وهتلاقيه بيدعمكم على جميع الاصعد، والشخص ده فعلا هيجيلكم من وراه خير، هيبقى مساعدة حلوة جدا، ومن وراه هتطلعوا من الحيرة اللي انتوا حيرانينها في موضوعين او في قرارين معينين، حيرانين خايفين مخنوقين، هتطلعوا وهتاخدوا خطوة إيجابية أو قرار حاسم. فدايما تخلوا بالكم من كل الطاقات اللي بتتوزع عليكم، أو من الضغوط النفسية اللي انتوا بالكم محطوط فيها. ربك لما هيريد هيفعل لك النجاح اللي انت مستنيه، فبلاش تبذل أقصى مجهود على حاجات فاضية، ابذل المجهود على الحاجات اللي تستاهل منك الطاقة الإيجابية، وادعم نفسك بنفسك، وما تخليش أي حد يتدخل في خصوصياتك مهما يكون. عندكم بعض الأيام مميزة، وهيدعمك الاتصال اللي انت مستنيه، أو هتنظم أمورك لتخطيط حاجة جديدة. عندك ورق هتخلص، والورق ده هيكون ورق محكمة أو ورق خير ليك. بس دايما أقولك خد حذرك من أي حد موجود في حياتك، اتعامل بحرص شوية مع الآخرين، علشان ممكن يكون الآخرين هم سبب الضغوط اللي انت فيها، أو سبب الحيرة وكسرة القلب. وزي ما قلت لكم من البداية ان انتوا هيكون عندكم فرحة أو عندكم طاقة إيجابية واحتواء للشريك، انتوا هتحتوي الشريك او الشريك هيحتويكم، عندكم لم شمل مع اطفال او مع اولاد او مع احب. تحياتي لكم، واتمنى لكم الخير والطاقة الايجابية والفرج باذن الله. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، ولعل يكون عندكم طاقات حلوة وفرج بإذن الله طال انتظاره. وربنا يجعل أيامكم مباركة الأيام اللي جاية، وفي أمور هتجدد من حياتكم وهتحسن من حظكم، بس انتوا ركزوا معايا، وبإذن الله بإذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية، علشان انتوا طال انتظاركم او اموركم دايما كان فيها بعض الامور والتعقيد اللي في حياتكم. انت او انتوا عندكم فرحة، ارتباط، خطوبة، زواج، في تحضير لمناسبة حلوة، اذا كانت المناسبة دي ممكن تكون خطوبة او اذا كان ممكن تكون فرحة طال انتظارها. اول حاجة عايزاكم تصلوا على الحبيب وتركزوا على تحقيق هدفكم اللي عندكم، انتوا عندكم تحقيق هدف عظيم الفترة دي، عندكم امور كمان بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها، ازياكم او في قرب عندكم، انتوا بتتعانوا من ضيق او من خنقة او من تقلبات الشريك، عندكم تقلبات الشريك فظيعة جدا، ودي طبعا حاجة مضايقاكم وخانقاكم. حصلت عندكم اكتر من مرة خطوبة وما بتكملش، كم مرة بتكونوا ناويين على الارتباط وما بيتمش، وده بسبب الضغوط النفسية اللي عليكم، او بسبب ان انتوا دايما معرضين للاذى من ستات او من ناس حاطة عينها عليكم. دايما بيظهر لكم عين قوية صايباكم بالحسد الشديد اللي مخلية عندكم تقلبات في الامور، والعين ووجع في المعدة، صداع مستمر، شوية امور كده عاملة لكم عراقيل بطريقة كبيرة. بس انتوا الفترة دي عندكم انتصارة حلوة بتحقيق هدف او تحقيق موضوع معين شاغل بالكم. كمان البعض منكم مستني فلوس او مستني حاجة تخص الماديات الفترة دي، والهم الكبير اللي انتوا شايلينه ربنا هيفك كربكم بإذن الله. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا انتوا عندكم دقة في التعامل مع الآخرين بشكل إيجابي حلو قوي. طيب كمان عايزة أبشركم بشرة ان انتوا
البشرة دي رجوع حد ليكم للمال بتاعكم. بس دايما اقول لكم ما تدوش حد ثقتكم، وابعدوا عن اي حد ممكن يضايقكم ويخنقكم. في ناس عندكم يعني داخلين حياتكم علشان تعرف اموركم وتعرف اللي انتوا فيه، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ما تحكوش سركم لحد، وخدوا الخطوة اللي انتوا خايفين منها، ابدأوا كملوا. عندكم قعدة عتاب او قعدة صلح مع الشريك او مع اهل الشريك، هيبقى فيه كلام وهيبقى فيه امور هتتفتح. وكمان انتوا هتاخدوا قرار سريع الفترة دي، عايزاكم تتجاوزوا كل المشاكل اللي عندكم وتركزوا على انتصاركم. كمان انتوا هنا مرتبطين بحد من ابراج نارية، في ارتباط بينكم، عندكم اسم احمد واسم يوسف واسم خالد موجودين عندك، الاسامي دي موجودين عندك. انتوا الفترة دي بتدوروا على طريق الهدف، عندك طريق هتشتغل فيه وهتدرس كويس جدا كل السلبيات والايجابيات وهتكمل كل اللي انت عايزه. عندك شك، انتوا شاكين في حاجة معينة وخايفين، او الوسواس بتاعكم بيهيئ لكم حاجات غريبة. انتوا كمان بعض منكم ناوي على سفر او ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، انتوا عندكم سفر لحد طال انتظاره غيابه، او انتوا ناويين تسافروا تشوفوا مصلحتكم وتشوفوا هدفكم، تشوفوا الامور اللي عندكم. الصحة عندكم تعبانة وبتعانوا منها، دايما بيجيلكم وجع في الظهر ودايما بيجيلكم صداع مستمر، لدرجة ان انتوا كشفتوا اكتر من مرة وعملتوا فحوصات وملقيتوش اي حاجة. بس انتوا الفترة دي في طاقة ايجابية وفي فرج بإذن الله على جميع الاسر، انتوا شغالين على نفسكم قوي في تحقيق هدفكم في النقطة دي، حاطين هدف قدامكم وشغالين. بس الشريك في طرف تالت بيتدخل معاه وعايز ياخده منكم، فياريت تهدوا اعصابكم وبلاش الزعل النفسي. انتوا عملتوا اقصى مجهود، انتوا مهووسين بحد او في حد مهووس بيكم، في علاقة حب قوية، لا اما مربوطة بيكم لا اما انتوا رابطينها بيكم، في علاقة كده واخدة كل المجهود بتاعكم. كمان انتوا بتبذلوا اقصى مجهود لتحقيق الحلم اللي في بالكم وتحقيق الامر اللي شاغل بالكم بقالكم مدة بتفكروا فيه. انتوا هنا في شوية غدر وقع عليكم من الاهل، وكنتوا في علاقة غامضة اخدت كل وقتكم وتعبتوا. طيب احب ابشركم بطفل مولود هينور حياتكم، او خبر حمل، او اشتياق لاطفال بعاد عنكم، في تجمع مع اطفال الفترة اللي جاية دي وهيكون في انتصار حلو جدا. انتوا دايما معرضين للخذلان ودايما بتلاقي الخلافات والمشاكل بتزيد. عندكم علاقة مع ابراج مائية بينك وما بين برج العقرب، برج الحوت، برج السرطان، في علاقة مع الابراج دي ربطاكم. بس انتوا يعني شوية تكملوا وشوية تبعدوا، شوية يبقى في خلاص هتتم وشوية ما بتتمش، انتوا بس العيون عليكم، فلازم تعالجوا نفسكم الفترة دي بقدر المستطاع. في حاجة، بصوا، هو انتوا عندكم رقم 2، رقم 2 ده مميز طبعا بالنسبة لكم، رقم 2 ده في حاجة اما انتوا مستنيينها، لا اما انتوا مستنيين شهرين وهتحققوا حاجة، لا اما انتوا رقم 2 ده هيبقى فيه حاجة مميزة، لا اما سنتين عايشين في عذاب، سنتين مقهورين مظلومين، في رقم 2 ده بيميز لكم اكتر من حاجة. كمان انتوا هنا عندكم دعم لحد، حد هيدعمكم او حد هيرجع لكم الفترة اللي جاية، عندكم حد من حرف الميم والحاء والالف، الحد ده في ال3 حروف دول من اسمه هيرجع لكم الفترة اللي جاية. بس دايما اقول لكم ان انتوا وراكم تعبان، التعبان ده مؤذي بيحاول يأذيكم، بس على قد ما انتوا عندكم تقلب وشوية ارهاق عندكم مكسب حلو قوي هيسعدكم، وهيكون في فرصة للربح الزايد عندكم، هتكتروا الحاجات الإيجابية عندكم وهتتخطوا كل المشاكل والسلبيات. كمان الفترة دي انتوا هتعيشوا فترة مريحة وفترة فيها طاقة إيجابية، رغم ان انتوا عندكم تعلق بأشياء حلوة، بس في شوية أمور هتجددوها الفترة دي بإذن الله.
كمان طاقتكم بدأت تخلص على ناس ما تستاهلش، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من كل الضغوط اللي انتوا فيها. انتوا ناويين تنتصروا على اعداء او ناويين تعملوا حاجات جديدة مختلفة. في حاجة انتوا مترددين فيها عايزين تعملوها وخايفين، وزي ما قلت لكم انتوا عندكم رجوع مع ابراج مائية الفترة اللي جاية وهيبقى فيه صلح. كمان انتوا عندكم هنا برج الجدي، في قعدة بينكم وفي كلام، ممكن برج الجدي يكون اخت، اخ، حد مقرب ليكم او علاقة بيكم، هيبقى في كلام، في مواجهة، في امور هتتفتح. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده قلب مكسور او قلبك مجروح، هنا هيبقى في صلح تخص القلب وطبطبه. انتوا ليه بقالكم مده مخنوقين وحيرانين، فهيبقى في قعده حلوه مع اشخاص مقربين. في ورقه هتخلص من بعض الضغوط اللي انتوا فيها. انتوا دايما بتتحطوا في امتحانات وفي مواجهات، خدوا بالكم من النقطه دي، مش عايزاكم تكونوا متسرعين الفتره دي خالص. انتوا اذيتوا نفسكم بنفسكم بسبب الضغوط اللي انتوا فيها وبسبب كثرة القلب اللي وقعت عليكم من الناس اللي ما توقعتوش في يوم ان هي تأذيكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم حاطين هدف قدامكم، والهدف ده هي ترتيب المسؤوليات بتاعتكم. انا عايزاكم تبعدوا عن اي قرار الفترة دي ممكن تاخدوه. ونشوف بقى مع بعض ايه الرسالة بتاعتك اللي هترد على الأغنية اللي انت حطيتها في بالك مع بداية الفيديو. ونقول بسم الله ونختار الورقة دي ونفتحها مع بعض، ولعل تكون رسالة قوية زي ما احنا متوقعين. طيب رسالتك بتقول لك: تفائل، فالقادم افضل بكتير جدا ما انت تتصور. يعني شوف انت بتتصور ايه، القادم افضل. يعني لو انت دايما بتقول يا رب كرمني يا رب يا رب يا رب، ربنا بيقول لك الرساله بتاعتك هتكون، يعني الايام بتاعتك اللي جايه هتكون اقوى ما انت تتخيل. فانت مش محتاج حاجه تاني، انت بس محتاج تبعد العيون عنك، وده بالتحصين النفس. اول ما هتحصن نفسك اول ما هتلاقي عندك امور عكس ما انت ما تتخيل. تحياتي ليك واتمنى لك كل ما هو جميل من اجل عيونك الفتره اللي جايه. انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. تحياتي ليك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك.